السلام عليكم طلاب الصف السابع، أهلا وسهلا بكم في فيديو اليوم. اليوم في عنا شغلات مهمة كثير، خصوصا القواعد. في عنا كلمات جديدة، قواعد مهمة جدا، في عنا العديد من التمارين راح نحلها اليوم إن شاء الله. طبعا بالإضافة ل راح تكونوا العديد من الجمل، راح تشوف كيف ممكن هاي تكتبوها بالإنجليش لانجوج. هاي المهارات كلها راح تعلموها اليوم إن شاء الله، فعشان هيك خليكم معانا لآخر الفيديو. نبدأ بسم الله. في عندهم كلمات مهمة للحفظ، الكلمات هاي مهمة كثير تكتبوها على دفتر انجلش، لأن يعني من غير كلمات ما في لغة، بالتالي لازم تعرفوا كمان كيف لفظها الصح. استمعوا لللفظ مني: lose يفقد، glory بهاء أو مجد، disappear هون ناقص حرف الاس قبل الاي، disappear يختفي، decide يقرر، last يدوم أو ماضي، start يبدأ، present حالي، recently مؤخرا، search يبحث، وآخر كلمة location موقع. أنصحكم ما تنسوا تكتبوا هاي الكلمات على دفتر الإنجليش. ماذا عن اللغة والقواعد؟ past simple عندي ماضي بسيط، negative interrogative المنفي، وأيضا الأسئلة الجمل الاستفهامية. طبعا لانه الموضوع الشرح كبير، فانا قررت انه اشرحه في هذا البرنامج المحرر. طيب تمام، لاحظوا الان شو بدايه في عندنا العنوان past simple ماضي بسيط، نيجاتيف يعني منفي. احنا قبل في درس سابق اخذنا الباست سمبل افيرماتيف، يعني الماضي البسيط المثبت اخذناه. الان هسه دور ان ناخذ المنفي. القاعده هي كالتالي، وانتبهوا بشكل كبير. أول شيء في عندي subject، يعني لما بدي أعمل جملة بتحكي عن شيء ماضي، إشي حدث وانتهى، وبدي أحكي أنها منفية، يعني هذا الشيء لم يحدث، بدي أنفي حدوثه في الماضي، ببدأ أول شيء في subject يعني الفاعل، بعدين didn't وبيكون معناها لم، بعدين base verb. إيش يعني base verb؟ يعني الفعل المجرد. إيش يعني فعل مجرد؟ يعني بحط أصل الفعل من غير أي إضافة، يعني الفعل يلي بيجي بعد didn't بيكون مجرد، ما في باخرته لا اي ان جي، ولا بضيف له اس، ولا بضيف له اي دي، ولا اي شيء نهائيا. الفعل المجرد يعني اصل الفعل. واضح الامور ان شاء الله؟ في عندي هون مثال، لانه بالمثال يتضح المقال. شوفوا كيف. كيف انا بدي احكي نحن لم نذهب، او عفوا، نحن لم نزر العقبه. كيف احكيها في الانجليش؟ اول شيء ببدا بالسبجكت، الفاعل نحن، بعدين didn't اللي معناها لم، هاي صار في عندي we didn't، subject didn't we didn't، الفاعل بعديها didn't، بعدين بستخدم البيس فيرب يعني الفعل المجرد visit. لاحظوا visit، ما حكيت visiting، خطأ أحكي visiting، خطأ أحكي visits، خطأ أحكي visited. الفعل المجرد من أي زيادة، ما في أي زيادة، كما هو. بعدين بكمل الجملة، مثل عندي هون عقبة، We didn't visit Aqaba. نحن لم نزر العقبة. إذن في عندي أول شيء الفاعل We didn't، الفعل مجرد visit، وتكملة الجملة Aqaba. واضح الأمور إن شاء الله؟ يتوقع بسيطة كثير. اتذكروا أنه didn't معناها لم. إيش معناها didn't؟ لم. إذا ما كنتوا حافظين معناها اكتبوه على الدفتر، ضروري جدا. هيك إحنا بنكون حكينا عن الجملة المنفية في الماضي البسيط. طيب إذا في عندكم صعوبة ارجعوا بالفيديو دقيقتين ثلاث واحضروا هذا الجزء يلي بتكلم فيه عن هاي الجزئية المنفي. طيب نأتي الآن إلى الجزئية الأخرى، الماضي البسيط الجمل الاستفهامية. الجمل الاستفهامية قسمتها لقسمين، الجمل الاستفهامية الانتروجاتيف قسمين. القسم الأول اللي هو اسمه yes no question، يعني أسئلة نعم أو لا. القسم الثاني اسمه WH question اللي هي الأسئلة الإنشائية. نأتي إلى النوع الأول past simple yes no question. يا ترى كيف أنا بكون سؤال في الماضي البسيط إذا كان هذا السؤال سؤال نعم أو لا، جوابه نعم أو لا؟ لازم أول شيء أدرك التالي، سؤال نعم أو لا هو السؤال الذي يبدأ بكلمة هل، هذا هيك بالعربي. أي سؤال بيبدأ بهل فجوابه نعم أو لا. هل اليوم الجمعة؟ نعم أو لا. هل إحنا بالنهار؟ نعم أو لا. هل الجو بارد؟ نعم أو لا.
أي سؤال بيبدأ بهل هذا سؤال yes no question. الآن السؤال بيطرح نفسه ما معنى هل بالإنجليزي؟ هل إذا بحكي عن ماضي بسيط معناتها did. did معناتها هل لما تيجي في أول السؤال. طيب كويس، نأتي الآن إلى القاعدة. قاعدة إيش؟ أسئلة نعم أو لا في الماضي البسيط. بتبدأ أول شيء بدد لأنه معناتها هل، مثل المثال هون عندي هي did. بعدين بستخدم السبجكت. إيش يعني سبجكت؟ الفاعل. مثلا هون عندي you، صار عندي هل أنت، did you، did وسبجكت. بعدين بستخدم البيس verb اللي حكينا عنه قبل شوي، الفعل المجرد visit. بعدين بكمل باقي السؤال. Did you visit Petra؟ هل أنت زرت البتراء؟ Did you visit Petra؟ هل أنت زرت البتراء؟ Okay. Did you visit Petra؟ هل أنت زرت البتراء؟ إيش المطلوب منكم؟ تحفظوا هاي القواعد وتكتبوها طبعاً دفتر الإنجليش وتسووا عليها بعض الأمثلة الأخرى. في ضايل عندي الجزئية الأخيرة اللي هي past simple الماضي البسيط، بس لما بتكلم عن أسئلة الأسئلة الموضوعية، الأسئلة الإنشائية. طبعاً ممكن بعض الناس مش إيش يعني أسئلة إنشائية. الأسئلة الموضوعية والإنشائية WH questions هي الأسئلة اللي تبدأ بأداة سؤال، مثل متى، when، لماذا، why، أين، where، ماذا، what وغيرها. هاي الأسئلة اسمها WH questions لأنها بدأت بكلمة سؤال، بأداة سؤال، مش مثل القاعدة اللي قبليها تبدأ بهل. إذا بدأت بهل مثلا did، هذا yes no question. لكن مثلا إذا بدأت بواي هاي اسمها WH question. إن شاء الله أني قدرت أوضح المصطلح. على كل حال القاعدة، كيف القاعدة؟ القاعدة بتحكي أنه لما تيجي عشان تكتب سؤال WH في الماضي، ابدأ أول إشي بالquestion word. أستاذ شو يعني question word؟ يعني كلمة السؤال، يعني أداة السؤال، يعني مثلا why أو what أو where، أين، هاي اسمها أداة السؤال. طيب كويس، بلشت بأداة السؤال. بعد أداة السؤال شو لازم أعمل؟ أستخدم did، وهي مثلا هون في المثال أنا استخدمت did مثل ما أنتم شايفين. طيب يا أستاذ إيش معنى did هون؟ في إشي مهم، did هون ما إلها معنى. طبعا ممكن أستاذ يحكي، ممكن بعض يحكي أستاذ خربطتنا هون، قلت لي معناتها هل. بحكي لكم انتبهوا، بحكي لكم انتبهوا. did إذا إجت أول السؤال، إذا كانت أول كلمة في السؤال شو بكون معناها؟ هل. طيب كويس، هاي خلاص حفظناها. did إذا إجت بعد أداة السؤال ما إلها معنى. لاحظتوا الفرق؟ أول السؤال هل، بعد أداة سؤال ما إلها معنى. لكن ليش يا أستاذ طب بستخدمها؟ بستخدمها عشان اللي بيقرأ السؤال بيعرف أنه أنا بسأل في الماضي. did بتدل على الماضي، عرفتوا ليش؟ طب كويس. بعد did شو بستخدم؟ subject. إيش يعني subject؟ يعني فاعل، هاي الفاعل هون. بعد الفاعل شو لازم أستخدم؟ base verb، وهي verb الناس أكتبه base verb فعل، لازم الفعل هذا يكون مجرد كمان. أوكي، عشان خليني أكتب هون b اختصار ل base verb. أها خليني أكتبها كاملة base verb. أوكي طيب تمام، base verb فعل مجرد، وبعد base verb شو بساوي؟ بكمل الجملة. واضح؟ إذن أداة سؤال، did، فاعل، بعدين فعل مجرد، وبكمل السؤال. مثال عليه why، هذا أداة السؤال. did، وصلنا لهون. why did you، وصلنا لهون. visit، فعل مجرد، بعدين التكملة أكبا. Why did you visit Aqaba؟ لماذا، هاي ما لها معنى، أنت زرت العقبة. ممكن البعض يحكي يا أستاذ visit يزور مش زارة، ليش ما حطينا ايدي؟ بما أنه أنت بتحكي زرت العقبة ليش ما حطيت ايدي يا أستاذ؟ بحكي لك القاعدة بتحكي بما أنه في did، وdid بتدل على الماضي فهي بتكفي، هذا بيكفي، فالفعل بيرجع مجرد. واضح الأمور؟ في عندي did بتدل على الماضي، الفعل بيكون مجرد. واضح أمور إن شاء الله؟ نفس الشيء بدكم تحفظوا هاي القاعدة، تكتبوها على دفتركم وتساووا عليها بعض الأمثلة. هيك إحنا بكون أخذنا القواعد تبعت اليوم، الآن راح نطبق عليها إن شاء الله حتى تصير الأمور أوضح. طبعا هاي القاعدة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، القاعدة هاي اللي أنتم شايفينها، هاي القواعد راح أحط لكم إياها في صندوق الوصف اللي أسفل الفيديو. انزلوا صندوق الوصف، انزلوا لآخر صندوق الوصف، إن شاء الله راح تجدوا
هاي المعلومات اللي هي القاعدة عشان تقدر تنقلوها بسهولة على دفتر الإنجليش. أوكي هاي المنفي، سؤال نعم أو لا، السؤال الموضوعي. واضح الأمور إن شاء الله؟ طيب كويس كثير. نأتي الآن إلى التمارين. The past simple الماضي البسيط negative وinterrogative منفي واستفهامي. هون مطلوب مني إني complete. إيش يعني complete؟ أكمل. طيب كويس، شو بدنا نكمل؟ sentences الجمل هاي. ممتاز، باستخدام did أو did not أو didn't. إذا بدي أستخدم did not didn't did، واضح الأمور؟ على فكرة did not و didn't نفس الشيء، هي اختصار. يعني did not هي اختصارها didn't، معناتها لم. نيجي هون past simple. إيش يعني past simple؟ ماضي بسيط. negative شو negative؟ منفي، بدي أعمل إيش؟ نفي. كيف أنفي؟ باستخدام didn't. تتذكروا إيش معنى didn't؟ لم. هاي الأشياء براجع لكم إياها عشان تثبت. بيترا البتراء فراغ، شو راح أحط هون؟ بما أنه نيجاتيف لازم أختار didn't، فباجي هون بكتب هون إيش؟ didn't، وهي didn't. أوكي صار عندي كالتالي، بيترا didn't lose its ancient glory. إيش معناها يا ترى؟ حاول الترجمة قبلية. البتراء لم تفقد بهاءها القديم، بهاءها القديم didn't، لم تفقد didn't lose منفي. نيجي على البعديها the pyramids of Giza، أهرامات الجيزة شو مالها؟ are the only ancient wonder، هي الأعجوبة القديمة الوحيدة التي فراغ disappear يختفي، التي طبعا منفي، بدي احكي لم تختفي عشان تصير ايش؟ منفي، لم تختفي عشان تصير نيجاتيف. ما معنى لم؟ تتذكر شو معنى لم؟ didn't، وهي didn't. اوكي لاحظوا انه didn't ايش تبعها؟ فعل مجرد، ما حكينا disappeared ولا disappearing. اوكي ولا disappears، disappear. طيب كويس، الآن شو عندنا؟ عندنا الباست سيمبل. إيش يعني باست سيمبل؟ ماضي بسيط. انتروجاتيف جمل استفهامية. هنا في عندي yes no questions، شايفين yes no questions؟ أسئلة نعم أو لا. طبعا أسئلة نعم أو لا بإيش تبدأ؟ بتتذكروا؟ هل. هل كيف أحكي هل بالإنجليزي للماضي البسيط؟ did، تتذكروا؟ إذن هون شو راح أستخدم؟ بسرعة مدام إنه ماضي بسيط yes no question بدي أحكي did. إيش معنى did هنا؟ هل. وهنا for نفس الشيء، بدي أحكي did، إيش معناتها هل؟ خلينا نفهم السؤال. did people vote for Petra as a wonder of the world؟ إيش يعني؟ اعطوا لي معنى. هل الناس صوتوا لأجل البتراء كأعجوبة للعالم؟ هل صوتوا؟ الجواب yes they did. Yes they did، أجل هم صوتوا. إذن هذا جواب 3. Yes they did. أوكي واضح أمور لحد هسه إن شاء الله؟ إن شاء الله أنها تكون أمور واضحة جدا، هذا ما أتمنى. طيب كويس، نيجي الآن هسه نكمل. 4 did archaeologists build the pyramids؟ هل علماء الآثار شو عملوا؟ بنوا الأهرامات. أنا ما بترجم، بتوقع أنكم ترجموا قبلية، ماشي الحال. طيب ايش رايكم؟ هل علماء الاثار هم اللي بنوا الاهرامات؟ لا، هم ما بنوها. فنو they didn't، كلا هم لم يفعلوا. واضح امور ان شاء الله؟ ظل عندي هون wh question الجمل الانشائيه، في عندي why اداه السؤال، بعد السؤال شو بعمل؟ شو بستخدم بعد اداه السؤال؟ تتذكروا هون في القاعده وينها؟ اوكي بعد اداه السؤال بستخدم did، صح؟ فباجي هون انا بعمل did. I did. شو معنى did هون؟ احكوا لي، ما لها معنى لأنها اجت بعد أداة سؤال، صح؟ لعد ليش بستخدمها؟ عشان أبين أن السؤال ماضي وبفهمه في الماضي وبترجمه في الماضي. لاحظوا كيف، why did Petra get the Greek name rock؟ لماذا حصلت؟ رغم أنه get معناتها يحصل، لكن أنا ترجمتها حصل لأن شفت did. لماذا حصلت البتراء على الاسم الإغريقي rock، صخرة؟ طيب نيجي على when. when شو بدي استخدم هون؟ when did. اوكي زي القاعدة، بعد أداة السؤال بستخدم did. شو معنى did بعد أداة السؤال؟ ما إلها معنى. متى
الاركيولوجيست علماء الاثار اكتشفوا البتراء. حلو، هيك احنا بنكون حلينا هذا التمرين وخلصنا. هل عندكم سؤال اسالوني في التعليقات. الان المفروض نذهب الى التمرين التالي، لكن بدي امحي الشاشه بالاول. اوكي جميل، وننزل للاسفل للتمرين التالي. امل انكم تستفيدوا من الدروس اللي بقدمها لكم. الان قبل ما نكمل، شوفي عندي هون في عندي تمرين الاوائل كيف نبني جمل، واتمنى انه انتم ابدا نهائيا ما تتخطوا هذا التمرين، لانه هذا هو ليش احنا بنتعلم انجليزي، عشان نعرف نحكي ونكتب انجليزي، هيك المفروض صح ولا لا؟ فبالتالي اذا تجاوزت هذا التمرين يعني احنا ضيعنا الهدف. هل صوت الناس البتراء؟ لاحظوا هاي الجمله موجوده في الدرس، كيف احكي هل صوت الناس البتراء؟ وراح اطبق القاعده، صوت وهل، ما معنى هل؟ ها did، لاحظوا did، استخدمت القاعده did. هذا السؤال في الماضي اسمه yes no question، تتذكروا سؤال الماضي yes no question، نعم او لا، لانه بدا بهل. did، هل، صوت الناس. هل بالانجليزي بترجم صوت بالاول ولا بترجم الناس؟ ايش رايكم؟ حسب القاعده، شوفوا القاعده كيف لما الواحد يفهم القاعده ويحفظها. القاعده بتحكي انه بعد did بستخدم السبجكت الفاعل. ايوه الفاعل عندي صوت ولا الناس؟ الناس هو الفاعل، صوت فعل، فبستخدم الناس people. شفتوا اهميه حفظ القواعد؟ did people، هل الناس. الان نحكي صوت vote. طب شو رايكم نحكي vote ولا voted؟ ايش رايكم؟ هذا سؤال اللي ذاكرتهم قويه. طبعا vote. ليش يا استاذ؟ ما هي صوت voted ماضي. بحكي لهم انزلوا للقاعده هاي اللي انتم المفروض تحفظوها. بعد السبجكت شو بستخدم؟ base verb. ايش يعني base verb؟ فعل مجرد. ايش يعني فعل مجرد؟ يعني ما في زيادات، ما في اي واي ان جي ولا اي شيء. did people vote، هل صوت الناس. طيب هل صوت الناس للبتراء؟ شو معنات لي يعني لاجل البتراء؟ for بتراء. شفتوا كيف حلو كثير كتابه الجمل الانجليزيه، بس بشرط انكم تكونوا حافظين المعاني. طيب اذا هاي المعاني اللي بكتب لكم اياها لما تنقلوها على الدفتر مش لازم تنسوها، لا تحفظوها وتراجعوها بشكل اسبوعي. هل بنى علماء الاثار الاهرامات؟ هل، طبعا هذا سؤال ماضي، نعم او لا، نفس القاعده اللي انتم لازم تكونوا حفظتوها. ما معنى هل؟ did. هل بنى علماء الاثار، ايش احكي بالاول، الفعل ولا الفاعل؟ الفاعل، علماء الاثار. ايش معنى علماء الاثار؟ archaeologist، archaeologists، علماء الاثار. did archaeologist. الان بعد بجع الفعل، يبني build الاهرامات the pyramids. اوكي وهي علامه استفهام. did archaeologists build the pyramids، هل علماء الاثار بنوا الاهرامات. السؤال الثالث والاخير عندي هون قبل ما نرجع ونكمل الدرس، متى استكشف علماء الاثار البتراء؟ اوكي متى اكتشفوها؟ اوكي اكتشف ليس استكشف، متى اكتشف علماء الاثار البتراء؟ متى، هذا طبعا ماضي بسيط لانه اكتشف ماضي بسيط. هذا سؤال، شو نوع السؤال؟ نعم او لا، yes no question ولا w h question؟ طبعا w h question لانه بدا باداه السؤال. ما معنى متى في الانجليش؟ احكوا لي وين. حسب القاعده بعد وين شو لازم استخدم؟ لاحظوا هون هي القاعده تبعت ال w h question، اداه سؤال وين استخدمتها. هسه الان did بعدين السبجكت. اوكي وهي وين did السبجكت الفاعل، مين الفاعل؟ علماء الاثار. when did archaeologists، هسه الان الفعل المجرد اكتشف discover البتراء Petra، وهي علامة استفهام. When did archaeologists discover Petra؟ المعنى متى اكتشف علماء الآثار البتراء. واضح أمور إن شاء الله. طبعا الواجب أنك الآن توقف الفيديو وتنقل الكلمات العربية، الجمل العربية الثلاث على دفتر الإنجليش، عشان بعدين بعد ما يخلص الفيديو على راحتكم تروحوا تترجموها الانجليزي لحالكم. اوكي طيب الان ناتي الى التمرين 8، التمرين الثامن.
complete. ايش يعني complete؟ اكمل. طيب ماشي بدنا نكمل. في عندي هون decided. ما معنى decided؟ قرر. didn't last لم، تذكروا معنى didn't؟ لم يدم، لم يدم منفية. were كان او كانوا للجمع، voted صوت. was كان طبعا المفرد، started بدأ لأن start يبدأ، started بدأ. نيجي الآن نقرأ ونفهم ونحل. الآن بدي أقرأ الكلمة اللي بأشر عليها قرأوها قبلي. The ancient wonders of the world فراغ. Some of the most beautiful places that were ever built. أنا الآن بدي أعطي المعنى عشان تستفيدوا أكثر. اعطوا معنى الكلمة اللي بأشر عليها قبليي. أوكي؟ الآن العجائب القديمة للعالم، يعني عجائب العالم القديمة. فراغ. بعض إيش؟ الأماكن الأكثر جمالاً التي سبق لها أن بنيت. سبق لها أن بنيت. إذن بدي هون أحط في الفراغ انه هاي الوندرز العجائب، عجائب العالم فراغ. بعض هي ايش؟ كانت بعض الاماكن الاكثر جمالا. فراح استخدم هون ايش؟ وير. واضح الامور؟ راح استخدم هون وير. فبقيم اوكي طيب، فباجي هنا وبكتب وير. ان شاء الله انكم تستفيدوا يا رب من هالدرس. اذا تستفيدوا لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو لانه يمكن تنسوا من هالاخر الفيديو. نيجي هون many of them الكثير منهم أو الكثير منها، يعني من العجائب. فراغ to the present day إلى اليوم الحالي. بدي أحكي الكثير منها لم يدم حتى اليوم الحالي. كيف أحكي لم يدم؟ didn't last. استخدمنا where و didn't last، فبحكي هون didn't last. إذا أنا بحكي didn't last لم يدم. كويس، ممتاز كثير. الآن بدي أكمل إن شاء الله. That's why people recently فراغ to search for new wonders that we can still visit now. اعطوني المعنى. ذلك لماذا الناس مؤخرا فراغ يبحثوا، أن يبحثوا. شو سووا الناس مؤخرا؟ أن يبحثوا. بدأوا إيش؟ أن يبحثوا. لا عفواً، قرروا أن يبحثوا. decided. قرروا أن يبحثوا. فباجي هون وبكتب decided. قرروا. decided. طبعاً بعد من 5 ساعات التمرين أنصحكم تحلوا أنتوا لحالكم حتى تشوفوا فهمتوا الدرس ولا لا. to search. okay. they هم يعني الناس فراغ to choose the best monuments. أفضل المعالم. هم بدأوا. ما معنى بدأ؟ started. فباجي هون بكتب started. أوكي أنا قاعد بسرع حقيقة لأنه صوتي تعب. أوكي فحاب أخلص الفيديو قبل ما صوتي ينبح على الآخر. طيب نكمل هنا. many people الكثير من الناس فراغ online على الإنترنت. شو سووا الكثير من الناس؟ voted. إيش يعني voted؟ صوتوا. فباجي هون وبكتب voted صوتوا. اوكي ناتي الان الى اخر شيء. اها اوكي. the city of Petra مدينه البتراء في الاردن فراغ one of the places people choose. مدينه البتراء كانت احدى الاماكن اللي اختارها الناس. فبعد بحكي هون اوكي was لانها مفرد. واضح امور ان شاء الله. هذا هو الحل. بدي امحي الشاشه، فاذا حابين تنقلوا شيء انقلوه قبل ما امحي الشاشه. اوكي اوقف الفيديو وانقلوها قبل ما امحي الشاشه. اوكي تمام. الان بنزل للفيديو اللي تحت، عفوا للتمرين تحت. هذا التمرين بيحكي لي انه بدي اعمل سؤال واجاوب عنه اللي هو what is your favorite wonder of the world why. ما هي الأعجوبة المفضلة عندك في العالم ولماذا؟ طبعا هذا الجواب بيختلف من شخص إلى شخص. أنا بالنسبة إلي مثلا هذا جواب مقترح، هذا جوابي أنا، ممكن أن تكون أجوبة مختلفة. بدي أحكي أنا الأعجوبة القديمة المفضلة عندي مثلا أو أعجوبة العالم المفضلة عندي سور الصين العظيم.
اوكي فبدي احكي أعجوبة العالم المفضل عندي my ما معنى مفضل favorite wonder أعجوبة المفضلة لدي هي is سور الصين العظيم نحكي the great wall of China سور الصين العظيم أوكي أنا هو بحكي لماذا هو بحكي لي why هيك السؤال بحكي هنا why لماذا ليش فمثلا بدي أحكي لأن because لأنه because it لأنه ضخم إيش معنى ضخم huge okay because it's huge لأنه ضخم because it's huge لأنه ضخم هيك إحنا نكون خلصنا الدرس لا تنسوا تشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس وتشاركوا الفيديو مع الآخرين أستاذ رائد المساعد يحييكم عسى أن نراكم إن شاء الله قريبا في الفيديوهات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.